بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا بالحقيقة تأتي متأخرا خير من لا تأتي، وقد يكون من وجه الغرابة أن أتحدث أمام أساتذتي وعملائي، وقد خاضوا بشرف وبنضال وبكل جسارة غمار هذا الملف بكثير من التضحيات الجسام التي يشكرون عليها من طرف عامة الشعب الموريتاني أحرى الذين يعلمون خفايا وحقائق ما يجري في هذا الملف. أنا أريد فقط أن أتحدث بجزئية، هو أن ما أشار إليه العميد طالب خيار هو أن هناك مواثيق دولية، معاهدات دولية خلطت فيها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصادقت عليها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة رقم 9، ومنها المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها كثير جدا بما حظيت به هذه المواثيق الدولية. الحرية من قيمة كبيرة، لأن الحرية هي الأصل وتقييدها هو الاستثناء، وهذا ما أقره الدستور وأقرته التشريعات. ثم أن الموكل طبقا للمواد 144 و147 و153 والمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية تتوفر فيه جميع الشروط. وجه الغرابة هو أن يتم التعاطي في حالة من إنكار العدالة مع موكلنا في كل الطلبات التي تتقدم بها هيئة الدفاع، يشي بأن الأمر يتم تحريكه وفق معطى سياسي وليس معطى قانوني، وهذا خطير جدا. حينما نتحدث مثلا عن نموذج من المضايقات، تصوروا رئيس الجمهورية اليوم أنه لا يحظى، رغم وضعيته الصحية المعروفة، أنه لا يحظى طبيب خاص، لا يحظى بطبيب خاص أو طبيب متخصص للإطلاع على وضعيته، فقط ممرض لم يعد يطرق باب المعتقل الذي يتواجد فيه الرئيس السابق، كان يأتي لفترات متباعدة جدا، ممرض من دون خبرة ليأخذ عينات من الدم ويتوارى عين الأوضاع. كيف في بلد اليوم يدعي أنه يتواجد ضمن منظومة دولية محكومة بقوانين وبحقوق وغيره أن يتم التعامل مع موكلنا بهذا السلوك المنافي للقيم والأخلاق والأعراف؟ ما أشار إليه العمداء يجب أن تتم إعادة النظر فيه، وهو لا يمكن التعامل معهم وفق معطى الحبس الاحتياطي، فهو وضعيته تخضع لحبس تحكمي في حالة غير مبررة. كما أن التعاطي مع 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 ذويه والجانب النفسي مهم معروف، أي شخص حينما يتم تقييد حريته ويوضع في سجن هناك معطى خطير جدا يتعلق بحالته النفسية، التعاطي مع الأسر، التعاطي مع العائلات والأقربون إلى آخره، يتم التضييق عليهم بشكل غير مبرر إطلاقا. أنا ما أردت أن أتحدث عنه في هذه الجزئية المتعلقة بوضع الرئيس الصحي وبحالة إنكار العدالة التي يواجه بها القاضي للأسف طلبات مقدمة من الهيئة ومداخلتي. على كل حال أريد فقط أن أقول أنني تكفيني مؤونة صراحة مع مداخلة العمداء في هذا الصدد وما قالوه. شكرا. قال لك عن الفطور قريب. والدولي أنكم تركزوا وتبلغوا هذه الرسالة اللي هي اللي تتعلق بالمسائل التالية.
أن الرئيس محمد بن عبد العزيز أنه في وضعية سجن تحكمي مخالف لجميع القوانين ومخالف للدستور ومخالف الشريعة ومخالف الأخلاق، وأن جميع ضمانات عند والحقوق عند السجناء أنه محروم منها. هذا من جهة. من جهة أخرى عن الطلب اللي نتقدمنا بطلب حرية مؤقتة أمام المحكمة، وأنها ردت علينا رد لا علاقة له بالطلب إطلاقا ولا علاقة له بالقانون.